للمتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا عامر العروقي. مرحبا بك عامر. تطورات ميدانية كثيرة لهذا اليوم، يعني سأبدأ معك بأول سؤال عن يعني الحرب المستمرة، حرب الطائرات المسيرة والهجوم الذي يتصاعد يوما بعد يوم من قبل أوكرانيا على الداخل الروسي. نعم ميشا، بشكل عام الجانب الأوكراني ما زال يتحفظ على هذه الهجمات ولا يعلن بشكل صريح بأنه هو من يقف وراء هذه الهجمات، لكن كان هنالك بعض التلميحات من قبل بعض المسؤولين الأوكرانيين بأنه لا يوجد أي قانون في العالم يمنع أوكرانيا من استخدام أسلحتها، خاصة وأن هذه المسيرات التي تضرب الداخل الروسي ربما تكون صناعة محلية أوكرانية وليست أسلحة غربية، وفقا لما تنص عليه بعض الاتفاقيات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين بأن لا يتم استخدام الأسلحة التي يتم تزويدها لأوكرانيا من حلفائها الغربيين لضرب الأهداف داخل الأراضي الروسية. لكن الجانب الأوكراني ما زال يتحفظ على هذه المعلومات ولا يفصح بأنه هو من يقف وراء هذه المسيرات التي تستهدف موسكو أو الأراضي داخل أو الأراضي الروسية في الداخل. ولكن بشكل عام في الوضع الميداني اليوم قال الجيش الأوكراني بأنه تصدى لـ30 هجوما شنه الجيش الروسي على محور الشرق، وقال أيضا بأنه نفذ 9 غارات. هذه الغارات استهدفت نقاط تمركز القوات الروسية في المناطق الشرقية والمناطق الغربية والمناطق الجنوبية. وأيضا قال الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي نفذ قرابة 43 غارة جوية. هذه الغارات استهدفت نقاط مأهولة بالسكان وأيضا نقاط للجيش الأوكراني على طول خط الجبهة، وهو الخط الممتد من آخر نقطة من نقطة انطلاق من نقطة كوبيانسك إلى مدينة خيرسون في الجنوب، وأن القتال ما زال مستمرا أيضا في المناطق الجنوبية، خاصة وأن الجيش الأوكراني ما زال يتوجه نحو مدينتي ميليتوبل ومدينة بريديانسك جنوبي البلاد وتحديدا في مقاطعة زاباريجا. كانت آخر التحديثات أيضا وصلت من نائبة وزير الدفاع هانا منيار بأن الجيش الأوكراني ومنذ انطلاق الهجوم المضاد سيطر قرابة 42 المناطق الشرقية وتحديدا جنوب بخمود، خاصة وأن هذه المدينة ما زالت تشهد كثافة في العمليات القتالية جنوب مدينة بخمود وتحديدا في منطقة أندريفكا، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لمدينة أفديفكا وليمان. يقول الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي بات يكثف من هجماته المدفعية على هذه المنطقة وهي مدينة أفديفكا، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لمارينكا. شكرا جزيلا لك مراسلنا عامر العروقي من العاصمة الأوكرانية كييف.